بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنتكلم على حاجة مهمة جدا، اللي هي ازاي نبتدي نفعل الصفحة بعد لما حضراتكم حققتوا الشروط. ازاي ابتدي افعل الصفحة ديت على الفيسبوك وبناء عليها ابتدي اكسب منها فلوس، تمام؟ طيب النهاردة كده بإذن الله هنتكلم على الحاجة دي. اول حاجة زي ما حضراتكم شايفين اللينك بتاع الحاجة دي انا هسيبه لكم تحت، اللينك اللي انتوا هتخشوا عليه، تمام؟ زي ما انتوا شايفين هنا مكتوب لي ان الصفحة دي الليجابل، يعني هي كده جاهزة ان هي تتفعل. كذلك هتلاقيها هنا مكتوب برضو الليجابل، يبقى الصفحة دي جاهزة اللي هي تتفعل. نوت الليجابل دي لما حضرتك تكون لسه ما حققتش الشروط، ودي الصفحة لسه ما تحققش الشروط بتاعتها. طيب زي ما انتوا شايفين كده، ادي بالنسبة للصفحة دي هي دلوقتي اقدر ان انا افعل عليها اللي هي البراند كولبس مانجر، اللي هي فيما معناه اللي هي فيما معناه العلامات التجاريه، تمام؟ طبعا انا مش عايز افعلها على العلامات التجاريه، انا عايز افعلها على الفواصل الاعلانيه، بس هي نفس الخطوات اللي احنا هنعملها. طيب ادي بالنسبه لديت هي كده جاهزه. ايه بالنسبه للعلامات التجاريه؟ زي ما انتم شايفين انا حققت الألف فولو، وفي نفس الوقت حققت ال 15,000 تفاعل على البوستات بتاعتي، تمام؟ طيب بالنسبه لهنا في حاجه اسمها اذر مونيتايزيشن تولز، دي بالنسبه للاني ستريم ادز اللي هي فيما معناه اللي هي الفواصل الاعلانيه. طيب انا هنا في الفواصل الاعلانيه محقق الشرط بتاع ال 10,000 متابع، ولكن انا مش محقق الشرط بتاع ال 30,000 دي مشاهده بالنسبه للفيديوهات اللي هي اقل من 3 دقائق. طيب ما علينا من كل الكلام ده، هي طبعا الخطوات اللي بتمشي على العلامات التجاريه هي اللي بتمشي على الاني ستريم ادز. يبقى بالنسبه لحضرتك لما تيجي تلاقي اني ستريم ادز دي جاهزه على طول اللي هي تفعل عليها، هتبتدي تشتغل عليها، هتشتغل على نفس الفيديو ده، هي نفس الخطوات. في الاول كده هتيجي تنزل تحت هنا زي ما انتم شايفين بيقول لك الفيرست نيم، هتكتب اسمك هنا، الشور نيم اللي هو اخر اسم هتكتب اسمك الثاني الاخير خالص، الايميل ادرس هتكتب الايميل بتاعك، الكاونتري هتختار هنا الكاونتري، وناخد بالنا من ديت عشان دي مهمه جدا. لما تيجي حضرتك تختار الكاونتري اوعى تختار الكاونتري في بلد غير داعمه زي مثلا مصر. يبقى انا لما هاجي هختار الكاونتري هختار البلد الداعمه. طب زي ما قلنا قبل كده ايه البلاد الداعمه؟ اللي هي كانت الاردن، واللي هي الامارات، واللي هي ايه تاني، واللي هي السعوديه. فتيجي هنا تفضل تدور اهو، هتلاقي هنا الاردن موجود اهي، تبتدي تختار الاردن. بعد ما تختار الاردن تبتدي تعلم على دي علامه صح، وبعد كده تعمل سبميت. في الوقت ده كده الطلب بتاع حضرتك خلاص، هو يعتبر انت كده قدمت على الطلب ده، هياخد معاك من يومين لثلاث ايام، والمفروض يرجع لك الرد باللي هم قبلوا ان الصفحه بتاعتك تشتغل على الفواصل الاعلانيه. طيب دلوقتي افرض الصفحة قعدت اكتر من 3 ايام وبدأوا يراجعوا معاك لحد اسبوع، لو اتأخر عن اسبوع يبقى تعرف اللي هو هيجي لك بالرد، تمام كده؟ طيب حلو قوي، يبقى دي اول حاجة احنا هنبتدي نعملها. جميل. بالنسبة بقى ان انا دلوقتي بعت وجوم ردوا عليا واللي هم قبلوا الحاجة بتاعتي ان هي تشتغل، تمام؟ وده اللي هتكلم عليه كمان شوية، هبتدي بعد كده اشوف هعمل ايه تاني. هنكمل يا شباب. تمام دلوقتي احنا اتفقنا اللي احنا بعتنا للفيسبوك والفيسبوك رد علينا بالموافقه، واللي هو تمام الصفحه دي اتراجعت بعد 3 ايام او بعد اسبوع ان الصفحه دي اتراجعت، وان هي جاهزه دلوقتي لتفعيل الفواصل الاعلانيه، تمام. اول حاجه لما هتيجي تخش على الاشعار او النوتيفيكيشن اللي هيجي لك بالنسبه للفيسبوك، هتلاقي زي ما انت شايف هنا بيقول لك يور بيج كواليفاي فور اني ستريم ادز، يعني الصفحه بتاعتك جاهزه ان انت تقدر تحط عليها تكسب فلوس من خلال الفيديوهات بتاعتك، تمام كده؟ طيب يبقى اول حاجه خالص هعملها هضغط على جيت ستارتد. اول ما هضغط على جيت ستارتد هينقلني على شاشه ثانيه زي ما حضراتكم شايفين. الشاشه دي فيها ثلاث حاجات، اول حاجه بيقول لك سيلكت بيج، فهو اوريدي هتلاقي الصفحه بتاعتك موجوده هتعلم عليها علامه صح. بعد كده بيقول لك بعد ما هتلاقي ديت كده تقوم جاي مديلها نيكست. اول ما هتضغط نيكست هيدخلك على الحاجة التانية، بيقول لك ريفيو تيرمز. تيرمز دي المفروض اللي هو بيقول لك الشروط بتاعة الفواصل الإعلانية،
فحضرتك نفس الكلام هتقوم جاي ضاغط على نيكست. هتيجي بعد كده هنا، والحاجة دي بقى مهمة جدا وياريت نركز فيها كويس قوي. الحاجة دي بيقولك دي بقى set up payment. هنا بيقولك الكاونتري، لما يجي يقولك هنا الكاونتري تمام، ما تختارش يونايتد ستيت لو حضرتك مش قاعد في اليونايتد ستيت، لان بعد كده هتقابلك مشكلة بتاعت الضرائب وانك انت لازم تدفع ضرائب. كل اللي انت هتعمله هتختار هنا بلد داعمة. بلد داعمة لو قلنا في الوطن العربي يبقى هتختار السعودية او الامارات او الاردن تمام. كل اللي انت هتعمله هتعمل كده تضغط على دي، وبعد كده تختار اردن مثلا تمام. بعد كده هنا بيقولك البيزنس تايب، هتيجي تختار ديت، هتضغط على دي برضو وتختار individual تمام كده تمام. هنيجي بعد كده نروح على حاجة تانية. طيب خلينا مثلا نقول احنا اخترناها الاردن او السعودي اريبيا، خليها مثلا سعودي اريبيا، واتفقنا دي هنختار individual. هنا بيقولك your legal name، لما يجي يقولك your legal name هتكتب اسمك بالانجليش مكون من ثلاث اسماء، يعني مثلا محمود 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 تمام. بالنسبة للأدرس، لما تيجي حضرتك هتكتب الأدرس، مدام انت اخترت سعودي اريبيا يبقى كل اللي انت هتعمله هتخش على الجوجل وتجيب عنوان من السعودية، بحيث انك انت تديله عنوان صحيح من السعودية. بعد كده هتخلص قصة الأدرس دي، هيقولك السيتي نفس الكلام، العنوان بتاع السعودية ده في انهي سيتي، والستيت في انهي محافظة، وبعد كده الزيب كود. الزيب كود ده بكل بساطة هتروح عند الجوجل وتكتب بوستال كود فور سعودي اريبيا، او للمنطقة اللي انت قاعد فيها وليكن الدمام، يبقى بوستال كود اوف دمام. هتبتدي تكتبها هنا. هنا طالب منك الفون نمبر، لو انت قاعد في مصر هتكتب 2، وبعد كده تكتب رقم بتاعك عادي. هنا بيقولك الكونتاكت ايميل، هتكتب الايميل برضو بتاعك عادي مفهوش اي مشكلة. بالنسبة لدي بيقولك ليجل انفو، الليجل انفو دي هتكتب البطاقة الشخصية بتاعت حضرتك اخر 4 ارقام فيها، بعد كده تبتدي تضغط على نيكست. لما تيجي تضغط على نيكست هينقلك على حاجة تانية. الحاجة التانية دي بيقولك هنا بقى اخد بالك جيت ابيت اون فيسبوك، يعني الفيسبوك هيدفع لك على انهي حساب. هنا هتلاقي في كذا حاجة، في انك انت تقدر تستخدم بانك اكاونت، وفي انك انت تقدر تستخدم بيبال. بالنسبة لي انا شغال ببنك اكاونت، شغال ببنك دي كايرو اللي هو البنك القاهرة تمام، مش الحكومي، بنك دي كايرو اللي هو اللوجو بتاعه لونه برتقالي كده تمام كده. طيب هنيجي بعد كده هنختار البنك ونبتدي نكتب البنك ده كاونتري موجود فين. فانا بالنسبة لي موجود في مصر. الاي بان نمبر، او هيجي هنا يقولك الاكاونت انفورميشن او الاكاونت نمبر، هتديله الاكاونت نمبر رقم الحساب بتاعك. الاكاونت هولدر نيم، هتكتب اسم الحساب، اسم صاحب الحساب، او انك انت هتروح على لينك يور بيبل. فلما تيجي تضغط على لينك يور بيبل هيفتح لك البيبل، تدخل الحساب بتاعك بتاع البيبل. بس خد بالك من حاجة مهمة، البيبل بتاعك لازم يبقى موثق. فطبعا قبل ما حضرتك هتعمل كل الكلام ده هتبقى جايب بطاقة ايزي باي اللي هي بتاعت البريد المصري، وبعد كده تربطها بالبيبل بتاعك تمام، وبعد كده تبتدي تلنك الفيسبوك مع البيبال بتاعك تمام كده. ودي هتلاقوا لها فيديوهات كتير ازاي تفعل البيبال ببطاقة ايزي باي. لو معرفتوش واحتاجتوا اللي انا اعمله لكم مفيش مشكلة، يعني مفيش اي مشكلة، بس هو هتلاقوه متوفر كتير قوي. طيب خلاص جيت ضغطت مثلا على حطيت حسابات البنك، او ضغطت على البيبال وعملت عملت خلاص حطيت الحاجات دي، بعد كده هضغط نيكست. هيبتدي يدخلني هنا على حاجة مهمة جدا. هنا بيقولك اعمل حساب العوائد بتاعك، خلاص you already set، خلاص حساب العوائد بتاعك اتكريت تمام. بالنسبة بقى للأدمن، هنا بيقولك add admin، يفضل ان حضرتك في حساب العوائد او البي اوت اكاونت يبقى فيه اكتر من أدمن، مش أدمن واحد، لان بعد ساعات الفيسبوك بيقفل الاكاونت بتاع الأدمن اللي هو الوحيد، فبناء عليه خلاص كده الاكاونت طار والبي اوت اكاونت طار نفس الكلام. فانت على الاقل لازم تحط اكاونت تاني، او تخليهم ثلاث اكاونتات، وليكن واحد ايميل فيسبوك تاني ليك، واحد تاني لاخوك او اي حد من العيله عندك. بعد كده خلاص بتبتدي تضغط دم، خلاص كده الموضوع انتهى والدنيا سهله ما فيهاش اي مشكله. يا ريت لو حد عنده اي مشكله هيكتب لي كومنت
وانا اسف انا مش بعرف ادي لحد ارقامي على الواتساب او على الفيسبوك، بس طبعا في ايميل بتاعي، الايميل بتاعي هبقى اسيبه لكم في الكومنت لو حد عنده اي مشكله يتواصل معايا. ويا جماعه الموضوع سهل جدا، مش مستاهل ان حضرتك تروح لحد يعمل لك الحاجه دي وياخد منك فلوس كتير، على الاقل ياخد منك 100 دولار ولا 200 دولار، لا مش مستاهل الكلام ده. فانا هستاذنكم في حاجه كده، طلب يعني اخوي اللي ربنا يكرمه من الحاجه اللي انا بشرحها دي، وربنا كرمه وبدا يبقى له مصدر دخل، يحط بس نيه اللي هو يبقى يطلع حاجه كل شهر لله، يعني للناس الفقراء، هتلاقي دايما ربنا بيكرمك وربنا بيسر لك الحال في كل حاجه. تمام، بالتوفيق لكم. لو حد عنده اي مشكله يا ريت سيبولي كومنت وانا هرد عليكم على طول. شكرا لكم، شكرا.